السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الخامس: الخطوات الصحيحة لتركيب صمام التمدد الحراري. أولا، يجب إفراغ الغاز الموجود داخل المبخر. طبعا هذا الغاز الموجود هو للمحافظة على المبخر ومعرفة أن المبخر سليم في حالة عدم وجود هذا الغاز، ومن ثم يتم قص ماسورة خط السحب كما تلاحظون الآن. تم القص كما تلاحظون في الصورة. ثلاثة، يتم تحديد مكان تركيب الصمام حسب الكتالوج الشركة المصنعة. طبعا الصمام اللي معانا اليوم هو صمام من شركة سوبرلاند، صمام بدون إبرة، يكون محدد ومضبوط من قبل الشركة. كما تلاحظون تم قص ماسورة دخول المبخر، وأول خطوة للتلحيم وهي عمل قطعة مبللة بالماء عند تلحيم الصمام كما تلاحظون في الصورة، للمحافظة على أجزاء الصمام كما تشاهدون. ومن ثم يتم التلحيم بشكل بعدم تكون شعلة اللحام باتجاه الصمام حتى لا يتأثر أجزاء الصمام، والتبريد باستمرار. يجب ألا عمل حماية لأجزاء المبخر كما تلاحظون في الصورة. طبعا وظيفة الصمام، هي هناك ثلاث وظائف رئيسية لعمل الصمام التمدد الحراري، وهي: واحد، المحافظة على ثبات درجة الحرارة والضغط. اثنين، التأكد من أن المبخر ممتلئ بسائل مركب التبريد. ثلاثة، الحد من انخفاض الضغط في المبخر. طبعا بعد اكمال عملية اللحام ولا يتم تبريد الصمام ونزع قطعة القماش منه. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسى الضغط على لايك ومشاركة الفيديو. لتركيب الحساس الخاص بصمام التمدد، تمد في المقام الاول على انتقال الحرارة من الفريون الخارج من اخر ماسورة للمبخر إلى الكباس. ومن المعروف أن دائرة التبريد يتواجد بها جزء من الزيت في المبخر، وهذا من خواص فريون 22، حيث أن الزيت يذوب فيه عند درجة الحرارة العالية وينفصل عند درجة الحرارة المنخفضة، ويتراكم هذا الجزء من عند أسفل ماسورة السحب، وهذا الزيت عازل لانتقال الحرارة من الفريون إلى الحساس. لذلك يتم تركيب الحساس بزاوية 45 على الاتجاه الأفقي لماسورة خط السحب كما تلاحظون الآن. يتم تثبيت الصمام بشكل صحيح وعن طريق رابط بلاستيكي للقاعد، ومن ثم يتم البدء في تركيب الحساس. كما تلاحظون يجب تنظيف مكان بوصلة أو حساس الصمام تنظيف جيدا، وتركيبه بشكل أفقي على زاوية 45 كما تلاحظون للماسورة السحب، ويتم إحكام الربط جيدا، ويتم عزل الحساس والماسورة كليا عن الهواء حتى نضمن عمل الصمام بشكل جيد كما تلاحظون الآن. تم تثبيته كما تلاحظون الآن في الصورة عن طريق ربط شريط الربط بتثبيت من الجهتين، تثبيت مكان تركيب خط التعادل كما تلاحظون في الصورة. يتم تركيب ماسورة خط التعادل في خط السحب بحيث تكون المسافة بين بوصلة الحساس الخاصة بالصمام
وخط التعادل يجب أن تكون المسافة بينهما 200 مليمتر إلى 150 مليمتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.